وضعت سيدة في 25 من عمرها تنحدر من منطقة الجرف الأصفر بجماعة مولاي عبد الله يوم أمس الجمعة بمصحة أم الربيع بالجديدة 4 توائم 3 ذكور وأنثى جميعهم بصحة جيدة. وعلم لدى الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور نور الدين بن لالا الذي أجرى الولادة القيصرية للسيدة أن الأطفال الرضع 4 يوجدون في حالة مستقرة وتتراوح أوزانهم ما بين 1.5 كيلوغرام و2.4 كيلوغرام. وأكدت القابلة بذات المصحة والتي أشرفت على عملية الولادة أن الأطفال 4 يوجدون في صحة جيدة وأنهم جميعاً في حالة صحية مستقرة. وأعرب والدا الأطفال المنحدرين من وسط متواضع عن سعادتهما وفرحهما بهذه المناسبة. أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف طفلة قاصرة تبلغ من العمر 5 سنوات والتي تم العثور عليها صباح اليوم في وضعية صحية سليمة. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد مكنت عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحارة، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحارها. وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلن البين والهجرة غير المشروعة. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصرة وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. اهتز حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة مسنة. وحسب شهود عيان فتعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء المعنية بالأمر قبل حوالي 20 يوماً قبل أن تتفاجأ ساكنة المنطقة باعتقال الجاني مساء أمس الجمعة ليكشف عن قتله وتقطيعه للهالكة. وأضاف ذات الشهود أن الجاني دخل في خلاف مع المعنية بالأمارة وهي جارته قبل مدة قبل أن يقرر الانتقام منها بطريقة بشعة. وتابعت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية تحقق مع الجاني إلى حدود الساعة للكشف عن تفاصيل جريمته ومكان الجثة. تم العثور على الطفلة فاطمة الزهراء البالغة من العمر 5 سنوات صبيحة اليوم الجمعة داخل إحدى حافلات النقل العمومي بمدينة القنيطرة، وذلك بعد اختفائها مساء أمس الخميس في ظروف غامضة ما شكل حالة استنفار قصوى في منطقة العلامة حيث تقطون. وحسب ما وثقته كاميرا المراقبة بأحد محلات البقالة بحي السلام بالمنطقة المذكورة
شوهدت الطفلة آخر مرة وهي تخرج من المحل رفقة شخصين قاما باستدراجها بشراء بعض الحلوى لها، حيث اشتبه في كونه الخاطف. هذا وشارك عدد كبير من سكان المنطقة في عملية البحث عن الطفلة بمعية أسرتها ومصالح الأمانة، والتي تركزت بالأساس في الغابة المجاورة. بالبكاء والألم عبرت البلوجر الكويتية منساك المطيري عبر مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها وصدمتها لعدم عثورها على طبيب يستطيع علاج تشوه وجهها نتيجة مضاعفات خطيرة بسبب حقن الفيلر وصعود المادة إلى عينها. واشتكت البلوجر خلال المقطع من أن الأطباء الذين زارتهم كان اهتمامهم بالأموال أكثر من علاج مشكلة وجهها، وقالت أنها راضية بالابتلاء، مشيرة إلى أن عينها بدأت تغلق. وكشفت منساك المطيري أن وجهها تعرض للتشوه نتيجة حقن الفيلر. استغرب عدد من أولياء أمور التلاميذ التغيير الحاصل في طبعة جديدة لكتاب مدرسي لمادة الفرنسية المستوى الرابع، وعمد القائمون على الطبعة الجديدة إلى تغيير صورة مرسومة تظهر أما وابنتها بحجابهما بصورة تظهر فيها الأم والبنت بغير غطاء الرأس. وفي هذا الصدد نشر حسن المدني على جدار حسابه الفيسبوكي تدوينة مرفوقة بصورتي الطبعة القديمة والجديدة، كتب فيها: يا سلام على التطور وعلى الانفتاح، يا سلام. في ظرف سنة فقط استطاعت الزوجة وابنتها إزالة الحجاب. وأضاف حسن المدني متسائلان: هل هذه الأمور بالله عليكم غير متعمدة؟ هل هي عبثية في توجه هذه المقررات؟ بعد ساعات من العثور على الطفلة فاطمة الزهراء المختطفة بمدينة القنيطرة، اعتقلت مصالح الأمن الوطني مساء اليوم الجمعة 23 شتنبر الجاري المشتبه به في اختطاف الطفلة ذات 5 أعوام. وتمكنت العناصر الأمنية من اعتقال الشخص الذي ظهر في فيديو يوثق للحظة اختطاف الطفلة مساء يومه الخميس بحي الساكنية بمدينة القنيطرة، وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصرة، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.